الخطر الأول هو وحدات الحشد الشعبي ومن حاول اغتيال رئيس الوزراء. وهناك تحديات أخرى للديمقراطية في العراق، وأهمها الفساد، لأن الفساد يسمح باحتكار الثروات بطريقة طبعاً غير عادلة، والناس لا يمكنهم أن يدعموا نظاماً يسيء التعامل مع مواطنيه. والديمقراطية غالباً ما تتأثر سمعتها من جراء الفساد. نعرف أيضاً أن القضاء المستقل هو أساسي في الديمقراطيات، وهو غير متوفر بالطريقة الملائمة في العراق. نحتاج إلى قضاء مستقل لمحاسبة كل الجهات، وهذا غير متوفر الآن في العراق. ولكن هناك انتخابات في العراق نظمت بطريقة جيدة، رغم مقاطعة البعض الذين كان بمقدورهم أن يحصلوا على الكثير مما يريدونه عبر الانتخابات، ولكن رغم عدم المشاركة كانت النتائج جيدة. وأعتقد أن فوز مقتدى الصدر سيسمح له أن يلعب دوراً مهماً في تشكيل الحكومة المقبلة، وأتمنى أن يتجه العراق في الاتجاه المنطقي. بالنسبة لغالبية الأمريكيين الذين يتابعون ما يحصل في العراق، القازمي يعتبر مسؤولاً مرحب به، خاصة لأنه يبدو أنه مستعد للحكم بالطريقة الملائمة، ولا طالما كان هذا هو هدف المتظاهرين في العراق.